المجيد الطهسان. مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء ما يليق لجمهور إذاعة ألف ألف إف إم. هلا يا مرحبا، والجو رايق، هلا باللي لهم قدر ومعزة. وحييكم أنا أخوكم عبد المجيد الطهسان من استوديوهات ألف ألف إف إم في مدينة الرياض، وعلى قولة مهندس الكلمة سمو الأمير بدر بن عبد المحسن يوم قال ما أرق الرياض تالي الليل. أرحب بجميع مستمعي إذاعة ألف ألف إف إم، سواء اللي يستمعون إلينا عبر موقع الإذاعة ألف ألف إف إم دوت كوم، أو عبر تطبيق الإذاعة المتوفر على البلاي ستور أو الأب ستور، أو اللي يستمعون إلينا وهم يقودون سياراتهم، واللي يقودون سياراتهم نقولهم اليوم وكل يوم امشي بهداوة يا حلو، دربك خضر. ولا أنسى أرحب مخرجنا على الكنترول اليوم أخونا الغالي علي نجم. طبعا كذلك ما ننسى نرحب بضيفتنا اليوم، ضيفتنا جايتنا من دولة الإمارات العربية المتحدة دار زايد في عام زايد عام 2018 ميلادي. راح نرحب بالفارسة فطيمة الحرز. الله يرحم بك يا فضلة، مشكور على هذا الكلام الطيب، ولي الشرف أني أنا أتواجد في السعودية داري وبلادي الثانية، وإن شاء الله نقدم شيء يليق فيكم ويعجبكم. ربي يسعدك أختي فطيم، بس أنا حبيت أعرف بك، أقول الفارسة فطيم الحرز، لأن عرفت أنك ما شاء الله تبارك الله فارسة قبل لا تكونين شاعرة. هي. طيب حدثين عنها الهواية هذه إذا سمحتي. الهواية هذه أكيد طبعا، الهواية هذه ابتدت معي من تقريبا 2005-2006 ما شاء الله، وانتهت تقريبا في 2012-2013. جميل. أنا وايد كنت أحب الخيل وعلاقتي فيه كانت جدا قوية، وكنت يعني أدخل سباقات وماراثونات، وعندي ليسن فروسية يعني ما زال لنا الحين، بس وقفت يعني لظروف معينة. جميل. يعني كنت يعني ما زلت أميل طبعا للخيل، ويعني ما أقدر يعني أنسى هذه الفترة، كانت من أجمل فترات حياتي. دخلت سباقات رسمية ولا مجرد هواية؟ لا دخلت. طيب معلش كذا مرة، أنا طبعا من محبين الفروسية، هل هي سباقات أو اللي القفز الحواجز هذه؟ في العادية، لا الماراثونات العادية. جميل، مش قفز حواجز لا. جميل ورائع. طب لا، أنا اللي خلاني استثارني الموضوع وخلاني أسألك السؤال هذا، لأنه سبق أن حصل لك موقف مع صديقة لك أهدتك هدية معينة ذكرتك بفرصة برياضة الخيل، وحتى صحيح. كتبت بهالموقف هذا قصيدة. وش الهدية اللي جتك من صديقتك؟ العصا اللي يضربوه بالخيل. إيه نعم، أنا لاني صراحة ما عرفت اسمه فقلت هدية معينة. هو وش يسمى العصا ده؟ والله هي اسمها عصا، العصا اللي يضربوه بهالخيل يعني عشان يتحرك بسرعة، يعني تبغي الخيل يعني يسرع شوية، في شيء معين تبغي يسوي تضرب الخيل، أو مثلا شاغب ما سمع الكلام فتضربه شوية على الخفيف. طبعا هي ما تعور وايد، ولكن نعم. الخيل يعني هاي لغة الخيل. جميل. طيب أختي فطيم، هل لازلتي تملكين عندك خيل ولا ما خلاص انتهت العلاقة بالرياضة؟ عندي بس بين فترة وفترة أسير، يعني مش ملتزمة. جميل ما شاء الله تبارك الله. أنت ذكرتيني بالقصيدة أتوقع أن الأمير خالد الفيصل يقول أحب عسف المهرة اللي تغلى، فلما ذكرتيني بيت الخيل فتذكرت هذا البيت. طيب إذا تذكرين القصيدة اللي كتبت فيها بالفروسية، إذا يعني تعطينا منها كذا بيت إذا طيب تفضلي. فعليك ما تقصر. أقول يا خيل أنا مشتاق لأيامي وياك، عم غير بان العشق نسري مشاوير، مالي ونيسا جاسم العمر لولاك، وينك تعال ويجيب معك التباشير، هذه عراقي بالهوى ترقى بلقاك، حتى الرسوم اللي عليها التفاوير من طبعة ريولك بما خط ممشاك، تترك أثر لرموز بحلة التعابير، رد لي دخيلك على وعد باترياك، مسموح لو زاد الجفا بك تعاذير، ليه في اللوادم
ما حصل حد شرواك ما غير كنت اللوح وهم المسامير دقه وفواد غر تذكر هلياك أمس بجروح تشيب منها المصاغير يا خيلي ما ذقت سعدي بلياك وعمل فرح وياك ذقته أنا غير حياك يا عمر انقضى وفات حياك يعلب هنا نومك وتصبح على خير يعلب هنا نومك وتصبح على خير. سلامتك. صح لسانك أخت فطيم وربي يسعدك. خلتيني أعشق هذه الرياضة بشكل جدا جميل ورائع. لو القصيدة هذه أنا شدتني أول ما سمعتها بلقاء لك عبر قناة الشارقة لما كنت مخطي فشدتني من أول مرة سمعتها فحبيت أطلبها منك على الهواء وربي يسعدك أخت فطيم. كلك ذوق. بس اللي يلاحظ ويستمع لشعر فطيم الحرز تستخدمين المفردات يعني ما تستخدم مفردات البيضة تستخدم مفردات الإماراتية. صحيح. وهذا عامل مشترك. أنا حتى طبعا من محبين أبونا الشيخ زايد رحمة الله عليه حتى قصائد أبونا الشيخ زايد رحمة الله عليه أيضا مفرداتها إماراتية وساعدت يعني القصائد المغناة سمو الشيخ زايد رحمة الله عليه ساعدت على نشر المفردة الإماراتية ويبدو أنك أخذتي الخط هذا. هي طبعا أكيد نحن على خطى زايد نمشي أكيد. على السلك اللي سلكه زايد أكيد ما في شك. طيب أنت ليش مصرة أنك تستخدمين كل أشعارك اللي طبعا نشرت كلها تستخدمين المفردة الإماراتية الشعر الشعبي مركز على الشعر الشعبي الإماراتي ما حاولت أنك تستخدمين مثلا اللهجة البيضاء يعني متداولة في دول الخليج؟ لأن كنت أنا يعني في بدايتي طبعا أنت تعرف يعني كمتذوق تعرف أن قلة اللي يكتبون على اللهجة الإماراتية الشعبية البحتة. جميل. فأنا حبيت أني أنا أتخصص في هذا الشيء لأنه يعني نادر وأنا أبا أشجع الناس على أن هذا الشيء بعد ما زال موجود أن ما أبغي يندثر. عرفت؟ جميلين. والشيء الثاني حبيت أثبت لمجموعة معينة من الناس أن هذا النوع ولا هذا النهج من القصيد بيوصلني كل مكان لأن الناس يوم يتوجهون للهجة البيضاء ويكتبوها يتحرون أن هذا الشيء سهل ويوصلك للدول الخليج الثانية اللي يمكن تستصعب اللهجة الإماراتية ولكني أنا حبيت أثبت أن لا حتى هاي اللهجة إذا أنا بكتب بها القصيد بتوصلني ما شاء الله حين أشوف وصلنا وياسين نتكلم من السعودية جميل. فهذا الشيء يعني وايد يفرحني أني أنا وصلت للي أنا كنت أسعاده. لا خلنا نقول الرمسة الإماراتية ما هي بصعبة كثير يعني حتى هي مو بصعبة. إيه نعم حتى يعني سرنا مفردات بسيطة اللي يعني نادر ما شوية تختلف بيننا. فأنا لو الحين قاعد أرمس بالإماراتي أرمس بالإماراتي خلاص. طيب أعطينا طيب بما أنه إحنا نتكلم عن الرمسة الإماراتية خلينا نسمع منك قصيدة قبل لا نطلع فاصل بعد إذنك. فالك طيب. تسلمين الله يسعدك. أقول معذور لو قلبي جرحته معذور لو ودي رخصته واليوم أنا لا شك معذور من دنيتي وجدك شطفته بنسى أنا وارجوك تنسى كل القصيد اللي كتبته بعضه وفا والبعض الآخر اعتاب غير اللي كتمته غير الهوى يحتاج مبدأ غير النهج اللي سلكته الحب يحتاج التوازن من نصف يا ليتك مسكته أخطيت في حقي وياكم سامحتك وعذرك قبلته عملتك بطيبي وطيبي جرحي وشكرا لك دملته جرحي وشكرا لك دملته. سلامتكم. صح لسانك اخت فطيم وربي يسعدك. احب دنك. تسمحي لي اوادعك طبعا ما راح اوادعك طبعا نسمع اغنيه وادعنا بعضنا من كلمات ضيفتنا الشاعره والفارسه فطيم الحرز والحان وغناء فنان الامارات الاول ميحد حمد. ممكن نطلع نسمعها مع بعض؟ اكيد. الله يشرف مقدارك. خلونا نسمع مع بعض أغنية وادعنا بعضنا من كلمات ضيفتنا فطيم الحرز وألحان وغناء
الفنان الرائع فنان الإمارات الأول ميحد حمد. القوافي مع عبد المجيد الطهصان. ورجعنا لكم مرة أخرى ونرحب بكل اللي انضموا إلينا سمع. قبل الفاصل سمعنا أغنية من كلمات شاعرتنا وضيفتنا لهذا اليوم الشاعر والفارسة فطيمة الحرز، اللي هي أغنية وادعنا بعضنا، غناها فنان الإمارات الأول ميحد حمد، وكذلك لحنها الفنان الرائع ميحد حمد. مساك الله بخير مرة أخرى أختي فطيم. مساك الله بالنور عبد المجيد. بس بصلح معلومة بسيطة. تفضلي. لحنها الملحن ولد الفنان ميحد حمد. عفواً. محمد ميحد حمد. عفواً أنا ما انتبهت لاسم محمد، سقط سهواً. أي أشوفها قدامي مكتوبة محمد ميحد حمد. تعرفين ما شاء الله تبارك الرحمن ميحد حمد أخذ كل الأضواء، فما شاء الله تبارك الله حتى أخذ عن ولده، ولكن كلهم عينين براس واحد ويستاهلون كل خير. نعم أكيد هذا شبل من ذاك الأسد. ونعم فيهم كلهم. بس الحين أبسألك سؤال يا فطيم، واسمحي لي بهاجمك شوي إذا سمحتي. ممكن هي بهاجمك بعد. أشعارك كلها فيها انكسار، تمام، ويعني اللي خلنا نقول لك، وانت استخدمت فيها مصطلح الشحاذة في الحب، أو اللي قالتها الظاهر الفنانة أحلام، قالت هذه مبدأ الشحاذة، مع أنه التاريخ الشعري من الشعر الجاهل حتى الآن، تمام، الشعر التاريخ تركنا عرفنا عن مجنون ليلى ومجنون وش اسمه ومجنون عبلة لو عنتر بن شداد، ما ذكر أنه امرأة انهبلت بسبب رجل صراحة، وأشعارك كلها في انكسار، فأنا ضد أشعارك صراحة، فاسمحي لي هاجمك. لا والله الصراحة يعني هو شوف هو اللي أنا أكتب عنه مو دائما يمثل حالتي أو يمثل الوضع اللي أمر فيه يعني، أو الظرف اللي أمر فيه. جميل. بس أنا أحس إن ميولي أو اللي أبدع فيه هذا المجال، هذا اللون اللي هو اللون الحزين العتاب، يعني ما أعرف، أحس إني أنا أبدع أكثر في هالمجال. جميل. مع إن لي كتابات في الغزال، في الاجتماعي، في الوطني، في كل شيء، بس أبدع أكثر في الحزن، ما أعرف ليش. يعني كتبت بأكثر من غرض، وهذا أكثر شيء شفتي نفسك فيه. هي. جميل. طيب وش أقوى؟ طبعا أنت ذكرتي أيضا سبق في لقاء سابق معك تقولين في بعض القصائد تكتبين على مواقف سواء عشتيها أنت أو عاشها شخص غيرك، تمام، وأحيانا بعض القصائد تكون من بنات أفكارك. وش أفضل يعني وش أقوى شيء كتبتي، سواء الشعر كتبتي من بنات أفكارك أو من موقف حصل لك؟ طبعا سواء حصل لك أو حصل شخص غيرك. تفضل. إيه صحيح، بس طبعا اكيد يعني ما نختلف على هذا الشيء، الموقف اذا انت عشته تكتب عنه بمصداقيه وبالشعور اصدق، خلينا نقول. جميل. اكيد يعني، بس بعد يعني يوم مثلا حد يقول لك مثلا موقف، ولا يطري لك سالفه، ولا موقف استوى قدامك بس هو ما يخصك يعني بشكل شخصي، بس تتاثر فيه بعد بتكتب. جميل. فهو أكثر شيء يعني إذا الشيء أثر فيك أو يخصك شخصيا بتبدع فيه أكثر. جميل. تكون القصيدة أقوى. طيب تذكرين قصيدة كتبتيها من موقف معين؟ طبعا أنا ما راح أدخل بتفاصيل الموقف، سواء يخصك أو يخص شخص غيرك. هي. تمام. هي. ويعني وبدأت فيه، يعني حسيت أنك تقولين أنا كتبت شيء مرتب. نبغى نسمع النص. قصائد. يعني وايد. وش ايه بس مثلا بعد لك هذه بعد يعني موقف استوى لحد معين وانا تاثرت فيه يعني وايد. جميل. لان الشخص هذا عزيز علي وصار له الموقف. تفضلي. دام فضلك اقول هالكيف وش قاطع وعتك الروح ترضى بزعل شخص هواك وودك مسموح من لب القلب مسموح لو مهما صارت رامحة لا ضدك لو راضي بجرحي فدتك جروح جرح حبيبي جرح يليني سدك لاني أحبك قلت لك مسموح أرد غيرك وانت انت لا ما ردك لا تطلب أسبابي وانا مشروح وبياتيه ما ظنها بتشدك أكتب أنا أكتب ودو ما أبوح لكن والله غير يوم ما عدك
لامس شروفي، شوفها بوضوح وتمع عنفك البيت ينطق ودك جيسه نبض الشعور والمشروح شرح صميمي بس هو ما لدك دمعي نثرته جزل لا لا تروح دخيل لي رباه سابع يدك قلبي خذاك بجد هو بمزوح قلبي خذاك بجد هو بمزوح والظاهر انه في الهجر هب قدك عانيت انا عانيت كثر الصوح وبكيت كم بكيت ما شي ردك العي صويب القلب لي مطروح يرقب شفيع بالهوى من صدك بختم ولو ان الختم مفضوح من يوم اخر يوم شفته خدك سلام يا ويهن سموحي لوح اقلها هالذاكره ما تهدك اقلها هالذاكره ما تهدك سلامتكم. صح لسانك صح ابنك يعني لا تعليق على هذه القصيده الجميله. شكرا لك. انا وانت تلقين القصيده اتخيلها قدامي حاصله كانها مشهد قدامي فجدا جميل ورائع. شكرا لك يا اخت فطيم. ما تقصر. طيب اسمحي لي هاجمك مره اخرى يا اخت فطيم. اليوم كنا مهاجمات. اي والله مهاجم. لا انا قلت انت قلتي لي اخذ راحتك بالاسئله فانا ترى احيانا اي ما انا عطوك. ما شاء الله تبارك الله انت كشاعره مبدعه وما شاء الله وكتاباتك جميله ورائعه وما شاء الله تبارك الله ما نحسد لك تعاونات مع فنان الامارات الاول ميحد حمد ومن الصعب فنان يعني شاعر شاب انه يتعاون مع فنان كبير وانت ما شاء الله قدرت توصل لهالمجال. مع ذلك ظهورك الاعلامي وظهورك للناس تاخر ليش؟ لان ما كنت شوف الشاعر محسوبه عليه كل نقطه وكل خطوه يخطيها وكل كلمه يقولها. اتفق معك. فاذا الشاعر ما كان متأكد ومتوثق من عمره 100% ما يطلع. يعني أنا ما كنت متأكدة وضامنة قصيدي واثقة منه ومن جزالته ومن يعني لو بتكلم عن الوزن ولا القافية ولا المخزون اللغوي ولا هذا كله يعني ثقافتي في الشعر كانت ما أقول لك كانت سطحية أو كانت ضعيفة بس ما كانت يعني قوية على أني أنا أخذها وأطلع قدام الجمهور وأقول لهم مثلا أنا الشاعر فطيم الحرق. فلازم الواحد يكون وايد واثق من نفسه يوم يطلع، لازم يكون متأكد أنه يا يعني يقول لك يا تطلع شيء قوي ويعجب المستمع ولا لا تطلع. عرفت وأنا أتفق معك. طيب هل اللي أعطاك الضوء الأخضر أنك تطلعين للإعلام الشاعر حمد بن سيف الشامسي؟ خلنا نقول يعني شجعك، ما أعطاك الضوء الأخضر، شجعك. الصراحة هو اللي كان خلف موهبتي وهو اللي صقلها وأكيد هو اللي يعني تعلمت منها الكثير وفادني وايد في هذا المجال. أنا في البداية كنت متسرعة وكنت حابة أني أنا أطلع إعلاميا. جميل. وكان هو دائما ينصحني يقول لي يا تطلعين وأنتي واثقة من عمرك ولا ما تطلعين. جميل. فأصبري ويوم يعني يوم بيكون الوقت مناسب انك انت خلاص تطلعين وانا اشوف انك انت قادره انك انت توقفين على ريولك وبروحك بقول لك تطلعي. جميل. ومتى طلعتي؟ متى كان تذكرين؟ اعتقد والله ما اتذكر، يمكن 2012 2013 يعني على بدايه الانستغرام. جميل. إيه الانستغرام 2012. أيوة معاه. إيه نعم ما بديت الانستغرام، شهرة الانستغرام بشكل عام. لا أنت ما شاء الله تبارك الله عليك، لأن أنا ليش سألتك السؤال تعمدت أسأل إنه ما شاء الله عمرك الإعلامي توه صغير فما ما 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 انحرجت إني أسألك السؤال هذا. لا فعليك. طيب وأيضا سؤال آخر ودي أسألك إياه، أنت ما شاء الله تبارك الله شاعرة شابة موهوبة، مع ذلك ما يعني توقعت أن بشوفك في أحد البرامج الشعرية المشهورة في دولة الإمارات مثل زي شاعر المليون وزي مثلا برنامج البيت، ما فكرت تشاركين بهالبرامج هذه؟ لا والله صدق ما فكرت، ودائما يعني هذا السؤال يتكرر ودائما يسألوني هذا السؤال بس ما أفكر ما أعرف ليش.
يعني أحس أن يعني أنا شاعرة وأكتب وأنزل وأشارك الناس مشاعري وأحاسيسي أو اللي أنا أكتبه على يعني بلسان غيري. جميل. إنزين بس ما أدري ما أحس أن ميولي أني أنا أدخل وفي لجنة وتحكيم ومعايير خاصة وشي ما أعرف. لا والله أنا استغربت إجابتك، يعني توقعت أنك تقولين يعني أنه ممكن أطلع مستقبلا، لكن استغربت صراحة الإجابة. لأن يمكن مستقبلا طبعا أكيد الواحد ما يقدر يعني يتكلم عن شيء في المستقبل، يمكن هذا الشيء يمكن هاي النظرة تتغير. جميل. يمكن يستوي في داخلي يحب أني أنا أخوض هاي التجربة، ما حد يعرف باكر شو يستوي. أكيد بس ما حاليا ما أشوف نفسي أني أنا في هذاك المكان. جميل. طيب وش رايك اختي؟ بالتوفيق طبعا لكل اللي شاركه، وحين الموسم هذا ما شاء الله في اسامي وايد جميله، انا متابعه ترى وحنا مثلك متابعين. طيب اختي فطيم، وش رايك انت اول تعامل لك غنائي مع سعود المخمري، فوش رايك نطلع فاصل نسمع شيء لسعود المخمري من كلماتك طبعا اذا سمحت؟ طيب خلونا نطلع فاصل نسمع مع بعض الفنان الاماراتي الجميل سعود المخمري واغنيه 4 إلى 10، كلمات شاعرتنا فطيم الحرز وألحان سعد المخمري. خليكم على السمع وربي يسعدكم. القوافي مع عبد المجيد الطحصان. ورجعنا لكم مرة أخرى، ونرحب بكل اللي انضموا إلينا على السمع. ضيفتنا لهذا اليوم الشاعرة والفارسة فطيم الحرز. طبعا قبل الفاصل سمعنا أغنية من كلمات شاعرتنا اللي هي 4 إلى 10، طبعا غناها الفنان الإماراتي المعروف الفنان الشعبي المعروف سعود المخمري، وألحان الملحن سعد المخمري. مساك الله بخير أختي فطيم مرة أخرى. الله بالنور. عبد المجيد بعد بقول لك شيء عن هذا هاي الأغنية. اتفضلي. هاي الأغنية طال عمرك غناها سعود المخمري. اي نعم. ولكن هي من ألحان تراث، يعني اللحن هذا موجود من سنين ونحن خذيناه. جميل. اللحن موجود يعني. وأنا أذكر أني قلتي لي الكلام هذا، لأن سبق أن استضفتك بمداخل عن الأغنية هذه، وحتى أنا اللي لفت نظري اسمها 4 إلى 10، ممكن تذكرينا ليش قلتي 4 إلى 10؟ الاسم شدني بشكل كبير. إيه تفضلي. لأن فترة في فترة من الفترات أنا رقادي شوي كان مخترب. إيه نعم. وكل أسهر يعني، فبديتها 4 إلى 10 هو يعني 4 إلى 10 الفير. إيه نعم. وأنا ما زلت يعني واعية. جميل. وصفيت أنا الشعثرية أكيد، إذا أنت مواصل وبترقد متأخر بتنش العصر. أكيد. وطبعا كانت ظروف شوية اللي مريت فيها، يعني كانت ظروف حساسة. جميل. فاللي ما يعرف عن ظروفك ما بيقدر ظروفك، ولا ما بيتعاطف معاك، ولا يمكن ما ياخذ الشيء على محمل الجد. أكيد. فأنا كنت أقول ليته الإحساس يبتاعي، أو يا ليت أشياء مهدية واشتريته للي ما يراعي يحكم نظرته السطحية. يعني هو نظرته سطحية، ما يعرف شو اللي أنا أمر فيه. الله جميل. لا يبغى لي أرجع أسمع الأغنية مرة أخرى وأدقق بالأبيات صراحة. يعطيك العافية. طبعا الشرف الله يعافيك. أنا قبل الفاصل كنت هاجمك، المرة هذه أنا مدين لك باعتذار لأني نسيت شغلة مهمة أذكرها لك. شو هي؟ طيب. أني أبارك لك، أقول لك ألف مبروك. الله لأنه تم يبارك فيك. لأنه طبعا بحكم أني متابع للإعلام الإماراتي، طبعا الإذاعة الخليجية، الإذاعة معروفة إذاعة الخليجية، اختاروك من ضمن 10 الأوائل بالفقرات الشعرية، اللي أعرف أن عندهم فقرات شعرية يبثون قصائد الشعراء. طبعا على رأسهم الشيخ حمدان فزاع المعروف باسم فزاع، فطبعا ما حفظ اللقب نقول فزاع. فتم اختيارك أنت من ضمن 10 اللي تبث قصائدهم عبر أثير إذاعة الخليجية، وطبعا أنهم يختارون 10 شعراء على مستوى دولة الإمارات هذا مو بسيط، وخصوصا على مستوى خلنا نقول الشاعرات.
فألف مبروك وربي يسعدك. الله يبارك فيك. وطبعا أكيد يعني يشرفني أني أنا أكون ضمن فقرات الخليجية الشعرية، وأكيد يعني نحن نسعى إلى أننا نقدم الأفضل أكيد. طيب إن شاء الله أنا أكون قد هذه المسؤولية. وانت قدها وتستاهلين خير. طيب هل إذاعة الخليجية طلبوا منك قصائد تكتبين لهم قصائد جديدة وتسجلينها لهم على النت بث، أو أنه من قصائدك اللي سبق أنك كتبتيها وسو يعني لا والله ونشرتيها يعني عبر إنستغرام؟ إيه اتفضلي. والله أعطوني الحرية في أني أنا أختار القصائد اللي أنا حابة أني أنا أنشرها من خلالهم. جميل. ولكن يعني حددوا لي المواضيع اللي نتكلم فيها أو نطرحها. جميل. واللي فهمته انه طيب انا ما ادري وصحيح اللي كنت غلطان، طيب يعني هل راح بيكون يسجلون لك القصائد هذه اول او القصائد اللي مسجله عندك وجاهزه يبثونها؟ انا لا طبعا هم عندهم يعني مونتاج خاص، عندهم كاريزما خاصه فيهم، انا اسير عندهم اخذ قصيدتي واسجلها عندهم في الاستوديو الخاص بالاذاعه، وهم يمنتجونها بطريقتهم اللي هو عندهم سيم معين القصيدة لازم تطلع فيه. أنا تعمدت أنك تشرحي لي النقطة هذه، لأنه فعلا الإعلام الإماراتي داعم للفن بشكل كبير وداعم للشعراء، فأنا أشكرهم يعني نشكرهم عبر الأثير ويستاهلون كل خير، أهلنا وحبايبنا. هي والله يستاهلون أجمل تحية. طيب الله يسعدك. طيب ما كلمتينا عن دخولك المجال الشعر الغنائي؟ هي إيه بدايتك الأولى كانت مع سعود المخمري، حدثينا عن هالبداية هذه إلى أنك وصلتي للفنان الإماراتي الأول ميحد حمد إذا سمحتي. أكيد طبعا بديت طبعا يوم دخلت الإعلام. جميل. ويعني سويت حساب في السوشيال ميديا وكذي، شفت أن شوي الموضوع صعب أن الواحد ياخذ مكانه ويعني الناس تسمع له. جميل. يعني يحتاج مجهود، يقدم مجهود علشان هو يثبت نفسه في هاي الساحة اللي فيها يعني أنا شاعرة، في غيري ألف شاعرة. جميل. في غيري ألف شاعر، فكيف أنا يعني أسوي شيء مثل لفتة يعني ألفت انتباه الناس. جميل. ففكرت أني أنا يعني طبعا كشاعر شو الشيء اللي يبدا به عشان يعني مثلا يوصل صوته، يسوي اغنيه او يسوي شيله او يسوي شله. جميل. عرفت؟ اخترت اني انا اسوي اغنيه، و اخترت الكلمات اللي هي يعني هاي القصيده من القصايد اللي فيها جدا كلام يعني صعب على المستمع. اي نعم. ويشد الفئه اللي متعطشه للشعر الشعبي الاماراتي البحت. جميل. فكان الفنان سعود المخمري نوجه له أكبر تحية، يستاهل. كلمته وتعاوننا، قلت له أنا اللحن يعني موجود وأبغيها تتغنى بهاي الطريقة، وما قصر معاي الصراحة وسويناها، يعني كان شغل خفيف. جميل. ونشرتها، ومن عقبها يعني حسيت أن في نقلة سوت في حياتي بخصوص يعني الشعر، وبدينا ولاقت قبول واستحسان عند الجمهور، وعقبها فترة طرشت حق محمد ميحد. جميل. طبعا هو نقدر نقول انه هو يعني اللي هو اللي يدير اعمال الوالد هي. إينا. فكلمته مدير أعماله وقلت له أني أنا عندي كذا قصيدة وأبغيها توصل للوالد. جميل. فطرش لك إياها بالإيميل، وصراحة والله العظيم يعني عبد المجيد أنا ما كان في بالي أبدا ولا في نيتي أن شيء من القصيد هذا بيتغنى، أنا بس كنت أبغي أن الفنان ميحد حمد يعرف أن في شعرة بهذا الاسم فقط. لا ومحمد ما قصر، لحل لك أغنية وادعنا بعضنا. هي فهو فاجأني، وفي العيد طرش لي إيميل. جميل. قال لي هذه عيديتك من الوالد ومني.
والله يستاهل. أنت تستاهلين. يعني أنا تفاجأت أبدا، ما كان الشيء يعني يطري على بالي ولا كان هذا طموحي، لأن ما شاء الله يعني فنان الإمارات الأول ميحد حمد، وأنا توني بادية مسيرتي، فما حسيت أن الشيء ممكن أني أنا أوصل له. طيب أختي فطيم، أنت تستاهلين خير والف مبروك. طيب وش رأيك نطلع بس كذا فاصل سريع نسمع مع بعض ميحد حمد فوق عرقوب؟ طبعا هذه الأغنية أنا اللي كتبتها. لا طبعا أمزح. هذه خلونا نسمع مع بعض. أول شيء أبارك لك مشاهداتها فوق المليون على موقع اليوتيوب. خلونا نسمع مع بعض أغنية ميحد حمد فوق عرقوب، كلمات شاعرتنا وضيفتنا الشاعر والفارس فطيم الحرز، ألحان وتوزيع حميد الرمسي. خلوكم مع السمع وربي يسعدكم. القوافي مع عبد المجيد الطهصان. ورجعنا لكم مرة أخرى ونرحب بكل اللي انضموا إلينا على السمع. قبل الفاصل سمعنا أحد روائع الفنان الإمارات الأول ميحد حمد أغنية فوق عرقوب، كلمات ضيفتنا وشاعرتنا الشاعرة والفارسة فطيم الحرز، وألحان وتوزيع حميد الرمسي. طبعا ضيفتنا كلها خير وبركة، لأنه اليوم اللي استضفنا فيه ضيفتنا الشاعر فطيم الحرز دولة الإمارات العربية المتحدة تفرح بعودة القائد الله يشفيه طبعا ويطول بعمره الشيخ زايد بن حمدان، فاللهم لك الحمد وبالحمد تدوم النعم. كلك خير وبركة أختي فطيم، تفضلي. الله يبارك فيك ويسعدكم إن شاء الله. والحمد لله سلامته وقرت البلاد بوجوده وبشوفته. أكيد أكيد ما شك، وعسى الله يحفظ قادتنا ويحفظ عسى الله يحفظ قادتنا ويخلي أمين. تعرفين الواحد ترى من الفرحة أختي فطيم يلخبط بالكلام، على قولة عادل إمام ما بيجمعش يخون التعبير ما بيجمعش. إيه صح. الله يسعدك أختي فطيم ويرضى عليك. طيب أختي فطيم حبيت أسألك، أنت ما شاء الله لك عملين الآن مع ميحد حمد، وأنا سبقني لما آخر مرة أخذت معك مداخلة سألتك قلت عندك عمل مع ميحد حمد، وقلت ها ما كان ودك تصرحين، وسار اللي هو عمل فوق عرقوب وما شاء الله تبارك الله نجاح قوي، لكن هل في عمل قادم آخر؟ إن شاء الله إن شاء الله. شوف طيب الصراحة يعني هاي المرة أنا بقول لك إيه تفضلي إن شاء الله عمل قريب، بس مش قريب وايد. جميل. يعني ياسين نفكر وهذا، لأن يعني نبغى ننزل شيء من مستوى ومن نجاح فوق عرقوب، ما نبغى يعني ننزل شيء تي بس لأن نبغى ننزل، ما نبغى نتسرع. طيب مع فنان آخر غير ميحد؟ والله ما في حاليا، بس نعم. إن شاء الله، ما تعلم يعني من اليوم لين باكر وايد أمور تتغير. جميل. طيب لو سؤال موجه لك بما أنك شاعرة، لو جاء فنان سواء شاب أو خلنا نقول فنان الشباب حب يتعاون مع الشاعر فطيم الحرز، هل ممكن يقول أنا والله مثلا؟ أكيد نعم. طبعا أكيد طبعا، لأن يعني شوف الكلمة المبدعة والإحساس المبدع لازم أن نحن نقدرهم وندعمهم. جميل. وأنا أحتاج للدعم مثل ما أنا أحتاج للدعم، غيري محتاج للدعم. جميل. فأكيد نحن نتساعد مع بعضنا البعض ونقدم البعض يعني كل خير أكيد يعني. جميل. طبعا في سؤال يتكرر قبل الله نطلب منك قصيدة نختم فيها البرنامج، دائما يتكرر السؤال ميول الضيفة الشعرية. طبعا تعرفين عندنا بدل السعودية يعشقون كرة القدم بشكل كبير، تمام، فدائما هالسؤال هذا يجيني على سواء عن طريق الواتساب ولا عن طريق تويتر، ميول الشاعر أو الشاعرة، فأنت هل عندك ميول كرة القدم سواء بالإمارات أو بالسعودية؟ لا أبدا. مرة أبدا أبدا ما يخصني في الكرة أبدا. والله متوقع أشوف مرات يعني إذا طبعا إذا منتخب الإمارات لعب أكيد أشوف، بس إنه يعني شيء لا يعني ما أعرف أصلا شو اللي يستوي، ولا الكرة اللي إذا دخلت وسجلت هدف ولا ما أفهم، أجلس أطالع بس يوم يفوزون أستانس، بس ما أعرف شو اللي يستوي. جميل. يعني علاقتك بالكرة القدم
يعني ما لك أي علاقة فيه، تعشقين فقط الفروسية؟ هي أعشق الفروسية وأحب الرسم. أوه جميل. يعني ترسمي كذا لوحة معلقة في كليات التقنية العليا، بس يعني نادر ما أرسم، يعني هو يعني مزاج، مو بأنه دائما أرسم وهذا لا. والله جميل، هذه معلومة جديدة صراحة، يبغى لي أنا أسوي هالمرة أنا بالبحث عنك والاستقصاء فشلت صراحة. شوف الانستغرام موجود. أجل أنا مقصر، يمكن أنا مركز على جانب الشعر، التقصير من عندي. لا أجل بن أبشوف حسابك والانستغرام. طيب أختي فطيم بعد إذنك ممكن نختم بقصيدة إذا سمحتي؟ فالك طيب تفضلي. لا فضلك. عندي قصيدتين أو ثلاث قصايد، تفضل. مواضيعها مختلفة، شو حابين تسمعون؟ ما على كريمة متشرط، تفضلي. أنا بالنسبة أي بالنسبة من تجاهي أخت فطيم، اللي من عندك كله خير وبركة، وأنا يعني من جمهورك، فأي شيء بالنسبة من طرفي يعجبني، تفضلي. إن شاء الله. أقول وطبعتي في غبة أحزاني، وطبعتي في غبة أحزاني، والجرح داخل صدر ينزوفه، يا ذا البحر يا ليته زماني يفيد لي ندمان بحسوفه، يزيد غدر الموي خذلاني، يا محملي ساير طمع يوفه، لا ينطوي بشراع ميزاني، لا يخدعك في مدة كفوفه، شفت الشقا شفت الشقا بأشكال والواني، والوقت للتهني مع صروفه، توني صغير السن ممداني، يا ذوق مر الكاس واعوفه، يا ليل يا ليل بي ليل بشكل ثاني، لو يشبهك في نطقة حروفه، حاير وضايع فيه خلاني، ما مدلي فجره ولا روفه، يستاحش اللي عاش وحداني، يستاحش اللي عاش وحداني، لي صار من هذه البشر خوفه، وانا انا تراني بين خلاني، لكن ظرفي شابه ظروفه، وين الفروق ان كان الانساني، غايب ضمير الحي بوصوفه، والميت اللي مفارق احياني، حي الذكر لو كنت مشوفه، حي الذكر لو كنت مشوفه. شكرا لك بحجم السماء اخت فطيم، ربي يسعدك ويطول بعمرك. انا اكرر شكري لك. طويل وأنا اللي لازم أشكركم الصراحة. الله يطول على هذه الاستضافة الطيبة، وفي شيء أنا حابة أني أقوله قدام المستمعين. تفضلي. أن أنا أعتذر عن المرة اللي طافت، كان المفروض أنكم تستضيفوني ولكن مريت بظروف صحية، وأني حطيتكم في هذا الموقف. لا أبدا، الإذاعة ذاتك وإحنا نتشرف. يعني أنا أقدر تعاونكم معاي للمرة الثانية والثالثة وإن شاء الله للأبد. بالعكس وجودك إضافة لنا، وربي يسعدك، والإذاعة إذاعتك بأي وقت، ونتشرف ببث أعمالك عبر أثير إذاعة ألف ألف، ربي يسعدك. طبعا قبل الله أنسى، فيها الأخت تذكار وحمد الأبقش يسلمون عليك من تويتر والكثير، فحبين نوصل سلامهم إن شاء الله من كل شر. مشكورين على الاستماع، وكلكم تشرفوني، والسعودية طبعا بلادي الثانية أكيد، وأشكر شكر خاص، أقدم شكر خاص لطاقم كامل والإذاعة على جهودكم الصراحة، ومشكورين وما قصرتوا. ربي يسعدك، كانت معنا الشاعرة والفارسة فطيم الحرز، شكرا لها على قبول الاستضافة، وشكرا على استماعكم، شكرا لكم بحجم السماء، وخليكم مع أخوي محمد غازي وبرنامج المنصة، ومن المنصة تبدأ القصة، في أمان الله، وربي يرضى وربي يرعاكم.